هذه الصور يتوقع أنها التقطت في بلدة كفرزيتا وتظهر ضحايا الأسلحة الكيميائية. وبالرغم من صعوبة التأكد من صحتها، إلا أن الحكومة الأمريكية أكدت الاتهامات الجديدة. لدينا أدلة على استخدام السم الصناعي في معقل المتمردين أكفر زيتا خلال هذا الشهر، وسنتحقق من صحة الاتهامات الموجهة للحكومة بالمسؤولية عن ذلك. من جهتها، سارعت الحكومة السورية لنفي هذه التهم، محملة المسؤولية للمتمردين عن استخدام غاز الكلور. لكن هناك تقارير تؤكد نسبيا صحة استخدام البراميل المتفجرة التي يتم إلقاؤها من الطائرات المروحية على مدينة حلب، وتنظر الدول الغربية إلى استخدام هذا السلاح العشوائي باعتباره جريمة حرب. وفي سوريا، تم الإعلان عن إجراء انتخابات رئاسية في 3 حزيران يونيو، ومن الثابت تماما بأن الرئيس الأسد سيخوض هذه الانتخابات، وربما سيكون المرشح الوحيد، لأن قانون الانتخابات يستبعد المعارضة في المنفى والتي ينتمي إليها الائتلاف الوطني السوري. هذا الإعلان لا يؤسس لمرحلة جديدة في سوريا، وهي مرحلة الديمقراطية وسيادة القانون، إنما إلى استمرار القتل والاستمرار التدمير في سوريا، ومزيدا من القتل ومزيدا من التدمير في هذا الترشح، لأنه وصلنا إلى طريق مسدود، وهذا لا يعطي آفاق جديدة في حل الموضوع. وقد أوضحت الولايات المتحدة الأمريكية موقفها من هذه الانتخابات، ووصفتها بالمحاكاة الساخرة للديمقراطية.